السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناؤنا في مدرسة عبد الله برواحة نحييكم من جديد ونقدم لكم Full Infinitive، مراجعات عن Full Infinitive. متى نستخدم Full Infinitive وما هو Full Infinitive؟ طبعا هو الحرف الجر 2 plus Infinitive. Infinitive يعني الفعل في المصدر Zero Form، أي بدون أي إضافة. لا أبغى معاه ING أو ED أو S أو ES، ولا أبغى معاه أي suffix، أي لاحقة أو أي إضافة أخرى. طبعا متى أستخدم هذه الصيغة؟ أستخدم هذه الصيغة على غرار الـ ING form تكلمنا عنه في درس سابق. أستخدمها مع أفعال معينة مثل plan يخطط، want يريد، decide يقرر، hope يأمل، promise يوعد، refuse يرفض، أو need يحتاج. طبعا هاي الأفعال يجب أيضا حفظها في الـ keep it in your mind، من أجل عندما نعينها في الجملة نستخدم عقبها to plus infinitive. نأخذ المثال الأول، I want to buy a new car. طبعا بسبب وجود الـ want هنا وهو إحدى الأفعال المذكورة في القائمة، يجب أن أستخدم to plus infinitive، يعني to زائد الفعل في المصدر أي بدون أي إضافة. المثال آخر، My uncle decided to travel. طبعا بسبب وجود travel decided هنا والذي هو أيضا بالقائمة المذكور، decided استخدمنا عقبه to travel، التو زائد الفعل في المصدر. نأخذ الشكل من أشكال السؤال، ممكن يأتينا في هذا الشكل. Practice 1. I hope، نلاحظ عقب الهوب فراغ، بعدين بين قوسين يوجد لدينا فعل. الفعل ده هم مكتوب في المصدر أصلا، فأنا يجب أن أحدد الفعل اللي قبله من أي قائمة. طبعا هو من قائمة الفعل هوب، من قائمة التو زائد إنفينيتيف. من أجل هذا أستخدم تو وأكتب study في المصدر، تو study أصبحت I hope to study، أتأمل أن أدرس. نأخذ شكل آخر من أشكال الأسئلة أو التمارين، وهي عن طريق الاختيارات. My parents plan أيضا هو من ضمن القائمة، من ضمن القائمة التي يجب أن نستخدم عقبها to plus infinitive. My parents plan by buying to buy buys. طبعا to buy هو الفعل الصحيح بسبب وجود الفعل plan الذي يحتاج أن نستخدم عقبه to plus infinitive. طبعا هنا في الصفحة رقم 3 في الملزمة الأولى أيضا القاعدة مشروحة في اللغة العربية كمساعدة لكم، والقائمة موجودة التي يجب حفظها كي نستخدم عقبها to plus infinitive. وفي الصفحة رقم 4 يوجد تمارين تطبيقية نتمنى حلها في الملزمة، وطبعا في الكتاب مذكورة أيضا يجب مراجعتها من الكتاب. دمتم سالمين وكل التوفيق لكم.